كل سنة وكل الأمهات بخير وصحة دايماً وفرحانين مع أولادهم. طبعاً إحنا خلال الأيام اللي فاتت كنا دايماً بنتابع كواليس المسلسلات اللي بتتصور وهتتعرض على شاشة نساء أو على شاشة دي أم سي في شهر رمضان. المرة دي رحنا صورنا مع الفنانين في كواليس المسلسلات، ولكن سألناهم عن أظرف مواقف حصلت مع أمهاتهم. أكتر موقف مضحك مع والدتي لما تاهت مني وإحنا في المدينة المنورة في الحرم، تقريبا تاهت حوالي 10 ساعات، اللي هي قالت لي، قلت لها شايفة العمود ده؟ قالت لي آه. قلت لها استنيني، قلت لها استنيني عنده، أنا هروح هدخل نخش زيارة ونصلي بتاعه، هما الستات بيصلوا في حتة وأنا. فرحت طبعا، رجعت ما لقيتهاش. فين بقى كانت هي؟ لقيتها في عمود شبهه بالظبط، وهي واقفة بقى لها 12 ساعة. فمرة نزلت النيل وأعوم، وما بعرفش أعوم على فكرة، بس مع جماعة أولاد عمي على أولاد عمتي وبتاع ومش عارف إيه، وهي عرفت الخبر ده إن أنا في النيل وعارفة إن أنا ما بعرفش أعوم، فجريوا ناحية النيل عشان يشوفوني، وأنا خارج من النيل مبلول. فبتقول لي أنت بتعمل؟ قلت لها والله ما أنا، مش أنا اللي، أنا ما كنتش بستحمى وأنا قدام. أه والله. فاكر لها لدرجة إن هي جايبة فوطة معها وحطها على جسمي كده، وخايف عليا برضو رغم القطر اللي انا عملته، لا بعرف اعوم ولا بعرف اعمل اي حاجه. طيبه. اول هديه كانت الحاجات اللي احنا كنا بنجيبها زمان من المكتبه، تلاقي ورد وفي الكوبايات، وهو كان طقم كده بنجيبه كلنا في عيد الام، ده اللي كنت بجيبه على طول، هو نفس المكتبه بنفس اروح اجيبها بنفس الفلوس، ما بغيرهاش على طول. ماما لما تيجي تبقى بتشكر فيها تشتمني. يعني لما تيجي مثلا ايه عملت حاجه بسيطه فتروح شتماني، فعارفه اللي هو زي امهات كتير مصريين لما يكون يعني ابنها عمل حاجه كويسه فتشتمه. الشبشب بترفع ولا لا؟ يا خبر 100 مره يا 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 يا. وبعدين بتعرف تنشن ماما، الشبشب بيجي في وشي، يجي في يعني الحته اللي بتنشن فيها. الشبشب دايما كان بيترفع في المذاكره طول الوقت. الشبشب دايما كان هو والكتاب جنب بعض. طبعا ده شبشب الأم، ده أحلى شبشب في الدنيا. النصيحة اللي أمي دايما بتقولها لي ودايما بعاند فيها إن أنا ألبس تقيل. يعني أنا ما كنتش باخد خبرات أمي، يعني هي عارفة وراحت، يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي كده أبين داير، يعني كنت هناك اتلموا واسمعوا الكلام. بس ماما دعت عليا دعوة قالت لي يا رب يرزقك ببنت زيك تعمل فيكي اللي عملتيه فيا، والحمد لله رزقني ببنتين بيعملوا فيا بالظبط اللي كنت بعمله فيها. بقول لها الله يرحمك يا حبيبتي وحشتيني، وانا عارف ان هي في مكان حلو قوي، وبقول لك كل سنه وانت طيبه. بصدق بقول لكل امراه في الكون كل سنه وحضرتك طيبه. ماما والله ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك، ويعني كل حاجه بتحصل لي بدعواتك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني اقدر افرحك بيا واخليكي فخوره بيا طول عمرك. كل سنه حضرتك طيبه وعقبال سنين كتير، ويا رب تتبسطي في رمضان الجاي. كل سنه وكل ام طيبه وعيد ام سعيد، ورب دايما في احسن صحه واحسن حال ان شاء الله. كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وانتم طيبين يا ناس طيبين. انتوا تعبتوا معانا، وكل ام اكيد تعبت مع اولادها، وكل الاولاد اكيد تعب الامهات، بس يعني انتوا غاليين علينا، وربنا ما يحرمنا منكم ابدا يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين.